مرحبا، هل تعرف هذه الأفعال التي تأتي مع حرف الجر أوف؟ وهي مهمة جدا لتستخدمها في مستوى البيت فايل، وهي sich auswirken auf jemanden oder auf etwas. Sich beziehen auf jemanden oder auf etwas. Sich einigen auf jemanden oder auf etwas. Und eingehen auf jemanden oder auch auf etwas. وبنهاية الفيديو حاب أعطيكم نصيحة صغيرة، إن شاء الله أيضا تلاقي أذان صاغية وتستفيدوا منها. ومتابعين معكم بالدرس الثامن من سلسلة البيتس فاي، وأهم شيء بالبيتس فاي هو الأحرف الجر مع الأفعال، وهي السلسلة نتابع معها على الأخير إن شاء الله لحتى ننتهي من أهم الأفعال بمستوى البيتس فاي. بس بالبداية قبل ما تبلش بحضور الدرس، أعمل ستوب وانزل حط أمثلة على الأربع أفعال قبل ما تبلش بالدرس، بحيث إنه إذا كنت أنت عندك معلومات خفيفة عن الأفعال هاي وحطيتها بأمثلة وكان منها صح واحد، فإنك راح تستفيد أكيد 100% من هذا الدرس، وهي نصيحتي لليوم. إذا خلينا مباشرة نطلع على الدرس. أهلا وسهلا فيكم من جديد. إذا منبلش بالدرس مباشرة، Deutsch Kurs Beats 5، الدرس الثامن. Verben mit Präposition، أفعال مع حرف الجر. إذا معنا الدرس الرابع بحرف الجر auf. فعلنا الأول لليوم هو etwas wirkt sich auf jemanden oder etwas so und aus. so يعني هاي بما معنى انه احيانا بتجي صفة بهذا الترتيب، اما positiv oder negativ، يعني بشكل سلبي او بشكل ايجابي، يعني تأثير شيء على شخص ما بشكل سلبي او ايجابي. والاسم منها هو دي أوسفيركونغ. مثال آخر خلينا ناخده بالماضي ونشوف، وهي الجمل ما في أحلى منها لمستوى البيتس فاي، وخاصة إذا كنت عم تناقش موضوع معين. فمثال هذا المثال كتير رائع. Ich möchte mich hier mit der Frage beschäftigen. Ich möchte mich hier mit der Frage beschäftigen. أنا أريد أن أتساءل أو يعني أشغل نفسي بالسؤال التالي، يعني أطرح على نفسي السؤال التالي بهذه الخاصية. في انتبهنا لما بيكون في نيبنزاتس، ما ننتبه نيبنزاتس اللي عم بحكي عنها هي هاي النيبنزاتس. بشفتجن فاصلة وبيكون هنا في نيبنزاتس يعني الفعل الحلو لآخر جملة. بننتبه بالسؤال بالنيبنزاتس ما منحط أداة استفهام. انتبهين لآخر الجملة ما في أداة استفهام. فمثال هون قلت أنا wie sich die Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على سوق العمل؟ يعني ausgewirkt hat. هاي بالماضي بالبارتيزيب 2، عفوا بال بارتيزيب 2 ausgewirkt hat. sich auswirken auf ausgewirkt hat. والفعل المساعد هو فعل haben. إذا وشوفنا هم حطينا أداة استفهام، لأنه هيك دائما بالأسئلة بالنيبنزاتس بالجمل الإضافية، بما معنى هاي الجمل النيبنزاتس الجملة الجانبية، يعني ما لها ترجمة باللغة العربية لأن مو موجودة أصلا باللغة العربية، فتحفظوها على شكل النيبنزاتس. نيبنزاتس هي مع داس مع ذن مع إلى آخره، أو مثل هون لما بتطرح سؤال وبتشكل السؤال بطريقة أخرى مثل ما حكينا هون. مثال ثالث. Also, wie sich das auf eure Zukunft auswirkt, أي كيف هذا سيؤثر على مستقبلكم, wird sich noch zeigen. wird sich noch zeigen, سيظهر أو سيظهر لاحقا يعني. noch zeigen. wird sich noch zeigen. يعني سيظهر لاحقا. wie sich das auf eure Zukunft, die Zukunft, eure Zukunft. Also, كيف سيؤثر هذا على مستقبلكم؟ ستظهره الأيام في المستقبل. مثال آخر.
شخص عم يعطيك نصائح معينة وبدك تثني على النصائح وبدك تحسه انه هو عم يعطيك نصائح رائعة، فتقول له deine Tipps wirken sich also positiv auf mich. So deine Tipps wirken sich positiv auf mich. يعني نصائحك تؤثر علي بشكل إيجابي، يعني أنا عم استفيد من نصائحك وبطبقها بالشكل بأمور كتير معينة. أما فعلنا التالي اليوم هو فعل etwas beziehen. هو etwas beziehen أوكي الفعل الأساسي، ولكن هو نحن بدنا نستخدمه مع حرف الجر. راح أعطي مثال بسيط أنا عن beziehen، ما راح أتوسع بشرح beziehen، ولكن راح أعطي بس بحرف الجر. فهو sich auf jemanden oder etwas beziehen. يعني إذا beziehen لحالة هو بما معنى أو يحصل على أو يكسب من شيء ما أو يريده من شيء ما، نقود أو ما إلى هنالك. أما sich auf jemanden oder auf etwas beziehen يعني ترجع لشيء معين مثلا بريد معين، يعني مثل أريد على ذكر أو أجاوبك على هذا البريد من خلال بريدك الذي، هذا فهي من خلال بريدك الذي، هي زش بتسين أو في إتفاس. خلينا نأخذ مثال مثلا يكون الوضع أوضح. مثال أول، إذا بدنا نأخذ الفعل بأساسه اللي هو بتسين يعني يحصل على، أقول هنا إيش بتسيه Arbeitslosengeld. إيش بتسيه Arbeitslosengeld، يعني أنا أحصل على يعني هاي شو اسمه نقود البطالة، بمعنى الراتب البطالي اللي هو جوب سنتر. طبعا هذا الفعل بتسين مستخدم بالحياة البيروقراطية المكتبية بشكل عام في ألمانيا. فشرح بسيط عنه أنه Arbeitslosen gilt بتسين، مثال أنه حصول على نقود الجوب سنتر أو نقود العاطل عن العمل، أو der andere gilt Leistungen أو نقود أخرى بشكل عام مثل Rente, bezieht Rente, jemand der Rente bezieht, هو ist der bürokratische Ausdruck für bekommen. هو المعنى البيروقراطي اللي بتستخدم المكاتب مكان فعل bekommen اللي هو حصل على. فإذا بدنا نجيب مثال عن sich beziehen auf jemanden oder auf etwas، فمثال على ذلك أقول ich beziehe mich auf ihr Schreiben vom 15. 12.2007 مثلا. يعني أنا بريد اللي عم برسل لك إياه هو رد على بريد منك بسنة 2007 مثلا، ردا على كتابتك بالتاريخ المعين اللي بدك تحطه. وهذا دائما إذا بدك ترد على جوب سنتر بشكل عام على بريد، أو بدك ترد على أي حدا كاتب لك كتابة، ف مشان ما تذكر انه انت طلبت مني كذا وما كذا، فخلص بس تكتب له ايش بتسيه مش اوف ايغ شرايبن فوم كذا كذا، انه انا برد عليك من خلال مكتوبك بتاريخ كذا كذا. فمباشرة هو اذا كان كاتب لك بيرجع للمكتوب اللي كاتب لك اياه وبيعرف المعلومات المطلوبة. مثال اخر، اذا كنت مثلا بموقف معين او بدك تشتري شيء من الانترنت او بدك تذكر لشخص بشركة عن موضوع معين، فبتبعت له بهذا الترتيب ich beziehe mich auf ihr Angebot im Internet. also ich beziehe mich auf ihr Angebot im Internet، يعني أنا عم بذكر هذا الموضوع بخص، يعني عم ببعت لك بخصوص، هيك بما معنى بخصوص العرض اللي مقدمه أنت على الإنترنت، يعني هذا الموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه. das ist mein Thema oder darüber spreche ich. Also zum Beispiel in einem Schreiben an den Anbieter. تمام؟ انه بحيث انك تبعث رسالة للأنبيتر، الشخص اللي عارض الموضوع. ومثال آخر، وممكن إذا بدك تحكي بشكل أوضح، فبدك تحدد نقطة معينة بمكتوب معين، فتقول له ich beziehe mich auf das، يعني أنا يعني أذكر بالتحديد الشيء was in deinem Brief steht. ما يوجد في بريدك، ما يوجد في البريد اللي بعثت لي مثلا.
يعني انا بدي اذكر نقطه معينه موجوده ببريدك فاقول ich beziehe mich auf das was in deinem brief steht انه ما يوجد في بريدك. ومثال اخير عن الفعل meine bemerkung bezieht sich auf deinen brief, يعني ملاحظتي مستنده الى بريدك, يعني الشيء اللي انا مقدمه كملاحظه هو مستند على بريدك اللي انت موجود اللي انت بعت لي مثلا. تمام, هذا بشكل عام الفعل sich auf etwas beziehen, دائما مهم كثير بكتابه المواضيع. اما الفعل التالي اليوم هو فعل auf jemanden oder etwas eingehen, يعني بما معنى هذا الفعل كثير هام خصص بالمناقشات او بالكتابه ايضا, يعني عرج على موضوع شيء ما او عرج على احد ما, يعني ما عرج على سنة ولكن يعني انتبه له او بما معنى انه سيرد على ذكره بهذا الترتيب. طبعا هذا الفعل بينفهم اكثر بالشو اسمه بالامثله. مثال اول ich gehe auf dich ein او ich gehe gleich auf dich ein, يعني كنتوا بمناقشه معينه وحد ذكر موضوع معين وانت عم تناقش اكثر من شخص فتقول له انه ايش جاي جلاش اوف ديش اين, انه راح ارجع لك انا بالنقاش يعني بهذا الترتيب. فيعني انه ايش بيشفتيجي مش مت ديا ودا مت داي مت داين بروبليمن, انه راح التهب بموضوعك او راح ناقش امورك, يعني ايش نيمي ديش ارنست, انه انا جدي بالتعامل معك ما راح نسخر لك او كذا, وده جدي بالشيء الذي قلته انت يعني اخذه ارنست الى ما هنالك, يعني هذا شرح بسيط عنه. مثال آخر Bevor ich zu meinem Thema komme, أنه قبل أن أأتي إلى أو أبدأ الحديث عن موضوعي, تمام, عن الموضوع möchte ich noch, أريد فقط يعني أريد لسه أريد أيضا kurz auf die Bemerkungen meines Vorredners eingehen, يعني قبل أن أبدأ بنقاش موضوعي سأعرج أو سألتفت قليلا لما قاله المتحدث الذي قبلي, يعني الشخص عم يتحدث بمناقشة, شخص حكى موضوع معين وانت إجا الدورة لك بالنقاش, فقبل ما تذكر موضوعك بفوقش zu meinem Thema komme, قبل أن أأتي إلى موضوعي möchte ich noch kurz, أريد فقط لمدة قصيرة auf die Bemerkungen, على ملاحظات meines Vorredners eingehen, على ملاحظات أو الأمور التي لاحظها المتحدث الذي قبلي سأعرج عليها, أنه بدي رد عليها يعني بما هل بها الترتيب, يعني مثل هون etwas dazu sagen, أنه شيء ما يقوله إضافة للشيء الذي انحكى. مثال آخر Als nächstes möchte ich auf die Ursachen dieses Problems eingehen. Als nächstes, كبداية يعني كالتالي الشيء التالي, möchte ich, أريد, auf die Ursachen, على مسببات dieses Problems eingehen. إنه على مسببات هذه المشكلة أن أعرج على أو أن أذكر بما معنى المسببات لهذه المشكلة. يعني كمان كثير رائع بالمناقشات. مثال آخر abschließend, في نهاية الأمر في نهاية المطاف möchte ich darauf, ممكن تقول darauf وبعدين weshalb, أو تقول auf die Frage eingehen, أريد أن أعرج على السؤال أو أريد أن أعرج على ما يلي إذا كان darauf. وهون Nebensatz, انتبهنا Nebensatz مثل ما حكينا بالبداية ما بتاخذ, ولو كانت سؤال ما بتاخذ حرف ما بتاخذ إشارة استفهام بالنهاية هون بهذا الترتيب. فأقول weshalb sich die Lage verschlechtert hat, أي لماذا weshalb, ما هو السبب الذي جعل الوضع يسوء إلى هذا الحد. تمام, سؤال Nebensatz ما في إشارة ما في إشارة استفهام, خليها هي واضحة. مثال أخير meine Fische oder Pflanzen, هذا الفعل eingehen بشكل عام له كمان معنى هيك بما معنى مات, يعني
فبهذا الترتيب أقول meine Fische oder Pflanzen sind alle eingegangen, während ich im Urlaub war. Also meine Fische oder meine Pflanzen, also sind alle eingegangen, während ich im Urlaub war. عندما كنت في الوقت الذي während حلو كثير هالجملة نيبنزاتس في إذا كنت عم تحكي عن شيئين بنفس الوقت فwährend كثير رائع في فترة ما كنت في العطلة ماتت الزرعات أو ماتت الأسماك التي كانت لدي في المنزل. الفعل التالي هو فعل sich mit jemandem, طبعا نحن نعرف انه فعل mit حرف الجر mit دائما بعده بياتي داتيف, sich mit jemandem auf etwas einigen. Und الاسم من هذا الكلمه دي einigung. يعني يتوافق مع شخص على شيء معين او على شخص معين. مثال اول: Ich habe mich mit Anna auf einen Kompromiss geeinigt. يعني اتفقنا أنا وأنا على نقاط معينة، على اتفاقية معينة، يعني وصلنا أنا وياها لاتفاقية معينة، بمعنى هذا ديش أينيجن، يعني تلاقى الشخصين وتلاقى الأطراف على نقطة معينة. مثال آخر، إذا بدنا نحل هون الجملة، فبدنا نستخدم مع حرف الجر أوف ومع داغوف إلى آخره، فأقول: Ich habe mich mit Anna darauf geeinigt. انه انا اتفقت مع انا على ما هون نيبنزاتس داس فيا دي كوستن تايلن داس فيا دي كوستن تايلن ان نقسم المصروف يعني المصروف نقسمه قسمين. مثال اخر: Wir haben uns darauf geeinigt لقد اتفقنا على Wir haben uns darauf geeinigt die Kosten zu teilen. تابعنا لك بدل ما حط الداس حط جملة الانفينيتيف تو مع الانفينيتيف كثير رائع أيضا هالاستخدام بالجمل. Wir haben uns darauf geeinigt فاصلة die Kosten zu teilen أن نقسم المصاريف تقسيم المصاريف. مثال آخر: Die Minister konnten sich auf einen neuen Termin einigen. Die Minister konnten sich auf einen neuen Termin einigen. أي تبعون auf einen neuen Termin. على موعد جديد. Auf einen. لأنه der Termin. Einen Termin. تمام؟ الوزراء استطاعوا konnten بالماضي بالpräteritum konnten sich auf einen neuen Termin einigen. لقد استطاعوا الاتفاق على موعد معين على موعد جديد يعني تلاقوا على نقطة معينة انه خلص رح نجتمع بالتاريخ الفلاني. مثال آخر: Sie konnten sich lange nicht darauf einigen. تابعنا الفعل مع فعل المساعد. Sie konnten sich lange nicht darauf einigen. شايف هون نحن هاي darauf هي بما معنى نحن ضمير الغائب باللغة العربية لما بدنا نشتغل بالأمور القواعدية. ضمير الغائب اللي بيعوض عن الشيء الذي اتفق عليه. مشان أنا أذكره بغير جملة. فبصير هون الجملة بتعطيها حلاوة أكثر. فأقول: Sie konnten sich lange nicht darauf einigen. يعني هن لم يستطيعوا لمدة طويلة أن يتفقوا wer die Kosten bezahlen sollte. من تبناهم في سؤال ولكن نيبنزاتس ما في إشارة استفهام بآخر جملة دائما دائما لما بيكون في نيبنزاتس وبتكون هي صيغتها بشكل سؤال يعني يتساءل الشخص ما إذا كان الجو ماطرا غدا أو لا فهون في سؤال ولكن ما إذا كان أتساءل ما إذا كان هذا النيبنزاتس باللغة الألمانية فما بتحط لها إشارة أو إشارة استفهام فإذا Sie konnten sich lange nicht darauf einigen لم يستطيعوا لمدة طويلة أن يتفقوا wer die Reisekosten bezahlen sollte. من سيدفع من ينبغي عليه أن يدفع مصاريف السفر. Ende. النهاية. وبنهاية الفيديو حابب أعطيكم نصيحة صغيرة. إن شاء الله أيضا تلاقي أذان صاغي وتستفيدوا منها.
طبعا في كثير عالم عم تعاني من موضوع انه صعوبة اللغة، ومشكلة صعوبة اللغة هي عدم ممارستها. لذلك إذا كان عندك أي هواية معينة أو أي شيء معين أو رغبة بمهنة معينة وما كنت عم تشتغل، طبعا حاول تروح تعمل براكتيكوم بأي مكان، حاول تمارس، لأنه ما رح تمارس اللغة إلا عن طريقتين. ما رح تروح توقف حدا بالشارع تقول له لو سمحت معلش نحكي مع بعض، كن بي يا uns unterhalten ein bisschen unterhalten، das geht einfach nicht so. لذلك بتمنى منكم إذا عندك اهتمام بموضوع معين أو عندك رغبة بممارسة نشاط معين أو بتحب تشتغل بمجال معين، فروح اعمل أكثر من براكتيكوم بمكان معين بأي مجال، بحيث إنك بتحصل أنشلسة يعني اتصالات من هون ومن هون، وهيك بتكون صداقات وبتكون مجال. حتى لو كنت إذا كنت بتحب كمان تنضم لنوادي معينة، في عندك رغبة تحب تلعب سلة، انضم لنادي سلة، تحب تلعب كرة قدم، انضم لنادي كرة قدم، لو كان صغير، لو كان أي شيء، بحيث إنك تجمع أصدقاء من نفس الاهتمام اللي عندك، وهيك بصير عندك أصدقاء ممكن تمارس اللغة بشكل أكبر وبتستفيد بشكل كتير كبير. وهي عن تجربة شخصية، أنا شخص من لما أجيت على ألمانيا طبعا حاولت مباشرة تواصل مع الناس. طبعا الوضع بكورونا صعب أنا مع الكل، ولكن بأقل الأمور هي مثلا أنك تقدر تعمل براكتيكوم بشيء أي مكان تكون أنت حابب مجاله. لما أجيت على ألمانيا حاولت أتواصل مباشرة عن طريق الرياضة، عن طريق أي مجال، أدخل بأمور، انضميت لنادي، كان نادي درجات هوائية، انضميت لنادي كرة قدم، انضميت لأكثر من شغل، انضميت لنادي مثلا كرة طائرة، بحيث أنك أنت بتمارس أمورك، بتمارس هوايتك اللي بتحبها، وهيك بتحسن بتمارس اللغة بمجال معين أيضا. يعني بتكسب دائما مفردات من شتى أنحاء المعمورة يعني اللي أنت فيها. وهيك حبيت شارككم هاي الفكرة الصغيرة، بتمنى تكونوا عم تشتغلوا أصلا بهيك أمور، وبتوقع إن شاء الله في كتير عالم عم تشتغل بهيك أمور، وهذا الشيء واضح من السوريين اللي وصلوا على ألمانيا. برفع راسي أنا بحيث إنه الشباب السوري الأغلب تعلم اللغة بشكل كتير سريع، وبتمنى من القادمين الجدد أيضا يتبعوا هذا الأسلوب وهذا النهج، وإن شاء الله موفقين جميعا. تحياتنا لكم، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. السلام عليكم.